رغم التهجير والتجويع والحروب. أعداد الفلسطينيين تضاعفت بنحو 10 مرات منذ نكبة 1948، قتل فيها 134,000 في فلسطين منذ ذلك التاريخ. أرقام جديدة قدمها جهاز الإحصاء الفلسطيني بمناسبة الذكرى السنوية 76 للنكبة، حيث بلغ عدد الفلسطينيين في العالم في نهاية عام 2023 أكثر من 14 مليون نسمة. 6 ملايين منهم يعيشون في الدول العربية، وما يزيد عن 700,000 في الدول الأجنبية. أما في دولة فلسطين فيقيم ما يزيد عن 5 ملايين وأكثر من 1,700,000 فلسطيني في أراضي 1948. وبحسب بيان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية التي تسيطر إسرائيل على 85% من مساحتها يزيد على عدد الإسرائيليين هناك، فمقابل نحو 7,300,000 فلسطيني يعيش نحو 7,200,000 إسرائيلي. لم يشمل هذا الإحصاء الخسائر في الأرواح التي خلفتها الحرب المدمرة على قطاع غزة طيلة أشهر، حيث بلغ عدد القتلى في القطاع أكثر من 35,000 فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال فقدوا حياتهم من القصف والجوع والتهجير.